إلى ملف النفط ومتابعة لتطورات فرض السقوف السعرية على الخام الروسي. مسؤول في مجموعة السبع قال إن دول المجموعة اقتربت للغاية من الاتفاق على وضع سقف أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل للنفط المنقول بحرا. المسؤول أضاف إن دول المجموعة السبع ستسعى لإبقاء سقف سعر النفط الروسي أقل من سعر السوق بنسبة 5%، مشيرا إلى أن وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي سيحد من واردات موسكو وبالتالي من قدرتها على استمرار حرب في أوكرانيا. ذكر المسؤول أن مسؤولي مجموعة السبع كانوا على اتصال وثيق بالأسواق بشأن سقف السعر مع الحفاظ على الإمدادات الكافية للسوق العالمية. في ذات السياق قال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي أن حكومات الدول الأعضاء اتفقت مبدئيا على حد أقصى لأسعار النفط الروسي ب 60 دولارا للبرميل بحسب وكالة رويترز. ما يتزال يتعين موافقة جميع حكومات الاتحاد الأوروبي على الاتفاق في إجراء مكتوب، إلا أن الدبلوماسي الأوروبي قال أن بولندا لم توافق على السعر الذي تم طرحه وأن أمامها بعض الوقت للموافقة على القرار الأوروبي. في المقابل قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن الحظر الأوروبي المرتقب لن يؤدي إلى تغيرات جسيمة في إنتاج النفط الروسي في شهر ديسمبر الجاري، موضحا أن عقود ديسمبر تم إبرامها قبل نهاية أكتوبر ولهذا لن تتأثر كثيرا. أيضا في آخر التطورات في الصين، وهذا الملف الذي أيضا يؤثر على تحركات النفط مع الطلب الصيني المتوقع أنه يعني أو تنتظر الأسواق أنه سيخف الضغوط عليه، يعني إذا ما خففت الصين إجراءات كورونا بدأت بعض المدن الصينية التي لا تزال تعاني من انتشار الفيروس بتخفيف متطلبات الفحص وقواعد الحجر الصحي لديها. هذا يأتي طبعا في ظل صدور تقارير تتحدث عن تحول متوقع في سياسات التعامل مع فيروس كورونا على مستوى البلاد بعد اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق. نظرة على تحركات النفط لهذه الجلسة، كيف تبدو الأسعار اليوم ب يعني مكاسب لا تكاد تذكر واستمرار لبرنت حاليا عند مستويات 97 دولارا ال 87 دولارا للبرميل، ولازال السوق يترقب لأنه أولا يوم الأحد سيكون لدينا اجتماع أوبك بلس، وما إذا كان سيكون هناك أي تغيير وهو أمر غير متوقع في سياسة الإنتاج، أو من ناحية أخرى أيضا ننتظر ونرى ما الذي سيحدث بالنسبة للصين ومتغيرات سياسة صفر كوفيد وكذلك السقوف السعرية التي ستطبق من يوم الاثنين القادم الخامس من ديسمبر. من عمان نرحب بضيفي عامر الشوبكي باحث الاقتصادي المختص في شؤون النفط والطاقة. سيد عامر أهلا ومرحبا بك. يعني ننتظر أوبك بلس وننتظر ما يمكن أن تقوم به أوبك بلس في الاجتماع القادم، في تقديرك هل الأمر سيسير كما المتوقع، يعني أنه لن يكون هناك تغيير في سياسة الانتاج وهذا ما تسعره السوق اليوم؟ تحية لك محمد، شكرا على الاستضافة. هذا ما ترشحه بعض وسائل الإعلام بأنه لن يكون هنالك تغيير في اجتماع يوم بعد غد لأوبك بلس، لكن أعتقد بأن هنالك ظروف عالمية تستحق تعميق تخفيض الإنتاج. ربما أوبك بلس بالفعل ستحافظ على إنتاج معين يضمن لها أسعار معينة أكثر من 90 دولار إلى 100 دولار للبرميل. هنالك أحداث تترقبها الأسواق سواء في ضعف الاقتصاد العالمي إلى أين سيذهب، الركود في الاقتصاد العالمي في السنة القادمة، مع أن هنالك تباشير مطمئنة للاقتصاد الأمريكي عكسها في الاقتصاد الصيني، هنالك بعض السوداوية في التوقعات للاقتصاد الصيني سواء في الربع الرابع من العام الحالي أو حتى ما كانت عليه في الربع الثالث الماضي. بالطبع أيضا سياسة الصفر كوفيد إلى أين ستذهب، رغم تخفيف القيود نوعا ما في الصين إلا أنه لا نعلم إلى أين ستذهب هذه السياسة في الأسابيع والأشهر القادمة وإلى أي حد ستؤثر على الاقتصاد الصيني المتراجع بالفعل وربما المتراجع بشكل قوي منذ 20 عام خاصة في الربع الثالث الماضي. الآن هذا أيضا في القرار سيكون أيضا قبل قرارات مهمة للمجموعة الأوروبية بحظر النفط الروسي والسقوف السعرية المتزامنة مع هذا الحظر، وبالتالي قرار أوبك بلس أعتقد بأنه محوري ومهم جدا للأسواق يوم بعد غد الأحد،
وأعتقد إذا لم يكن هنالك تثبيت لتخفيض الإنتاج ب 2 مليون برميل على الأقل في الأشهر القادمة أو الست أشهر القادمة من العام 2023، سيكون تعميق لتخفيض الإنتاج ربما بمليون برميل، وستكون هذه مفاجأة للأسواق إذا ما حدثت. نعم، يعني مليون طبعا أكثر من 2 مليون. هل الأعضاء اليوم أستاذ عامر، هل في أوبك بلس اليوم الأعضاء مستعدون لتخفيض إنتاج؟ يعني هذا قد يواجه بالرفض من الكثير من الأعضاء، وبالتالي يعني قد نصل إلى سيناريو فيه انقسام، هذا أيضا لا تريده أوبك بلس اليوم. نعم، كان هذا أيضا الحديث في الاجتماع ما قبل الشهر الماضي، الاجتماع الماضي لأوبك بلس، عندما حدث أن خفضت إنتاجها ب2 مليون برميل، ولم تكن الأسواق تتوقع إجماع دول أوبيك بلس على هذا التخفيض. التخفيض الإسمي دعنا نسميه محمد 2 مليون برميل، كان ينعكس في الواقع بشكل فعلي بواحد مليون برميل من التخفيض الفعلي في الإنتاج لدول المجموعة. وبالتالي ربما ترى المجموعة بأن الأحداث العالمية من تراجع الاقتصاد، وهو الأهم طبعا عالميا، وتراجع الطلب في العالم هو الأهم الآن في تخفيض الإنتاج بزيادة عن التخفيض الماضي، وأيضا للمحافظة على الاستقرار في السنوات أو الأشهر القادمة والسنوات القادمة. طبعا المحافظة على استقرار الأسواق أعني بذلك أن هنالك أيضا سيكون احتياطي إنتاجي أكبر للمجموعة لامتصاص أي صدمة تتلقاها أسواق النفط سواء في العرض أو في الطلب، وبالتالي هذا يدعم الأسواق العالمية، يدعم الاستثمار على مدى السنوات القادمة بالحفاظ على استقرار لأسعار للنفط طبعا معتدلة، وتضمن للمستثمرين أرباح للاستثمارات أو الدورة الاقتصادية طويلة المدى في استثمارات المنبع أو الاستثمارات الأخرى في القطاعات النفطية والهيدروكربونية. طيب، نتوجه إلى موضوع السقوف السعرية على النفط. حتى الآن السوق لا تقيم وزنا لهذا التأثير، لأن الأرقام التي اقترحت هي أعلى من سعر الذي تبيع به روسيا نفطها، وبالتالي لن تؤثر، ويعني كما قال نوفاك أنه على الأقل لن تؤثر في ديسمبر، لكن هل يمكن أن تؤثر بعد ذلك؟ هذا أولا، يعني إذا ما تغيرت الأسعار، يعني لا نعلم إلى أي مدى يمكن أن تتحرك الأسعار، هذه نقطة. النقطة الأخرى أنه هل روسيا يمكن أن تقوم بالفعل بخطوة انتحارية، يعني بمنع بيع النفط للدول التي وافقت على فرض هذه السقوف السعرية لأنها ترفض الفكرة من حيث المبدأ، أم أنه هذا أمر مستبعد؟ بالنسبة للسؤال الثاني، أعتقد بأن روسيا ستصدر مرسوم رئاسي في الأيام القادمة بما يخص بيع النفط للدول التي ستقبل السقوف السعرية، وهذا طبعا المرسوم يقضي بمنع بيع النفط للدول التي توافق على السقوف السعرية. لكن رغم ذلك أعتقد بأنه من الصعب على روسيا أن تخفض إنتاجها أكثر من الحدود المقبولة ما دام هنالك مشترين لنفطها، وبالتالي الحدود السعرية الآن التي يتم الحديث عنها هي ما أربكت الأسواق وأعطت انطباع بأن السقوف لن تؤثر على الأسواق. كما تعلم هنالك حديث عن 30 دولار للبرميل تطلب بولندا وبعض الدول الأوروبية، هناك حديث عن أكثر من 70 دولار لدول مثل اليونان وقبرص تطلب هذه الأسعار، وحديث اليوم عن اتفاق أوروبي على 60 دولار للبرميل، رغم أنه لغاية هذه الساعة لم يتم الإجماع على هذا التحديد لـ60 دولار للبرميل. بالتالي 60 دولار للبرميل هي أقل ما يمكن أن يعادل الموازنة المالية بالنسبة لروسيا، أي أنه سيكون نوعا ما مقبولا للروس. موازنة المالية الاتحادية الروسية تحتاج إلى سعر ما بين 60 إلى 70 دولار للبرميل، وأيضا هم يبيعون بأقل من هذا السعر أيضا، يعني هنالك خلاف على أنه يبيعون أقل من ذلك أسعار. هنالك طبعا S&P 500 أو S&P Global حددت ذلك، وهنالك أيضا بعض التقارير الإعلامية أشارت بأنه حول 52 دولار يباع النفط الروسي، لكن هناك خلاف حول ذلك بأنه منظومة بيع النفط الروسي بأسعار مخفضة غير واضحة تماما للجميع، وبالتالي أعتقد بأنها ستتراوح في الفترة الماضية ما بين 58 وال 65 دولار البرميل، لكن إجمالا 60 دولار لن تكون
بعيدة عن السعر الذي يباع فيه الآن النفط، لكن مستقبلا إذا ما ارتفعت أسعار النفط مع التخفيضات التي يعني بالفعل تقدمها روسيا لدول مثل الصين والهند، ستكون هنالك خسارة على الجانب الروسي. أيضا أعتقد بأن تحديد السعر سيكون كل 3 أشهر بالنسبة لسقف النفط الروسي، وهذا الأمر ربما في البداية الهدف منه امتصاص صدمة الأسواق للسقف السعري والحظر الأوروبي على النفط الروسي، وكذلك ربما يتغير في 3 شهور القادمة أي بعد فصل الشتاء وتحديد سقف سعري أقل، حينها يمكن أن نقول أنه سيضر بالفعل في قدرة روسيا أو في تمويل روسيا أو قدرتها على تمويل آلتها العسكرية وتمويلها بالإيرادات الإضافية من النفط بشكل عام. لكن المشكلة الآن بأنه الحظر الأوروبي على النفط الروسي، والذي سيكون فترة سماحية 45 يوم لن يكون بالتحديد في 5 ديسمبر، سيكون هنالك فترة 45 يوم للشحنات التي تم تحميلها قبل 5 ديسمبر أو 5 ديسمبر، وبالتالي هنالك فترة حتى تمتص الأسواق هذا الحظر لغاية 19 يناير القادم. وبالتالي أيضا يعني أعتقد بأن روسيا أيضا ستحتاج إلى مزيد من الناقلات لتخطي السقف السعر المحدد إذا ما أرادت بالفعل البيع أكثر من السقوف السعرية المحددة. أما إذا على السقوف السعرية المحددة الآن 60 دولار، أعتقد بأنها بالتأكيد ستستعين ببعض الأسطول أو اللوجستيات الأوروبية أو من دول الجي 7 بالنسبة لشركات التأمين وشركات الشحن، ولن يكفيها أسطول الظل التي بالفعل جهزته الآن ودرست كيفية مواجهة إيران وفنزويلا للعقوبات في الفترة الماضية، وبالتالي استفادت من تجربتهم. نشكرك على هذا التحليل أستاذ عامر الشبكي الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة، شكرا جزيلا لك على المشاركة.